طبعا اول حاجه لازم يبقى عندي مصدر للضوء عشان اخلي يبقى فيه شادو، مش هيبقى عندي شادو من غير ما يكون عندي مصدر للضوء. يا سلام، سلم على مخك البلالان، عيش يا بحر العلم، يا ترعه المفهوميه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده هنتعلم فيه ازاي نعمل تصميم جديد من تصميمات الديلي ارت، وكالعاده هنستخدم برنامج سينما 4D وهنستخدم اوكتين ريندر. التصميم بتاع النهارده انا اخترته هو التصميم ده زي ما انتم شايفين، هنعمله ان شاء الله بكل تفاصيله. لكن قبل ما نبدا في التصميم ده، حابب اقول الناس اللي ما اشتركتش في القناه تحاول تشترك في القناه وتحاول تعمل لايك على الفيديوهات عشان اليوتيوب يقترح الفيديوهات لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده هنقول معلومه سريعه كالعاده. لو انا حابب ان انا اخلي الاوبجكت بتاعي يبقى مش موجود والشادو بتاعه بس هو اللي موجود، هستخدم الطريقه دي. انا لو عندي اوبجكت مثلا زي السفير دي، هنصغرها شويه 50 بالشكل ده كده، نعلي السيجمنت شويه، وحابب ان الشادو بتاع السفير دي بس هو اللي يظهر معايا على الارض دي والاوبجكت نفسه ما يبقاش موجود. طبعا اول حاجه لازم يبقى عندي مصدر للضوء عشان اخلي يبقى فيه شادو، مش هيبقى عندي شادو من غير ما يكون عندي مصدر للضوء. هستخدم الدي لايت عشان اعمل مصدر للضوء. ده الضوء بتاعي، واول ما انا فعلت الضوء بدا يظهر معايا الشادو على الارض. بعد كده هروح على السفير وهعمل كليك يمين وهختار سينما 4D اوكتين تاج، واختار الاوبجكت تاج. بعد ما اختار الاوبجكت تاج هروح على فيزابيليتي واقفل الفيزابيليتي من على الكاميرا. قفلت الفيزابيليتي من على الكاميرا، شكرا، خلاص الموضوع خلص، ظهر معايا الشادو واختفى الاوبجكت. ودي ممكن احتاجها في حاجات كتير. دي المعلومة السريعة بتاعت النهاردة. طيب هنبدأ في الدرس بتاعنا، لازم يبقى الريفرنس موجود معانا عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط. بداية كده الريفرنس بتاعي هنستخدم فيه حاجات كتير جدا. هنبدأ الأول نعمل الأرض ونعمل الحيطة اللي في الخلفية دي. طيب احنا كنا قلنا ان انا مظبط المقاس وعامله بريسيت على طول على الانستجرام، هو 1080 في 1350. هدوس Alt V من الكيبورد واروح على فيو واخلي دي 100. اول حاجه هعمل الفلور بتاعتي واعمل لها سكيل، تمام. وبعد كده بعمل الحيطه كيوب بالشكل ده، وانزل الكاميرا واشوف من خلالها عشان ابدا اظبط الكلام. اروح على كوردينيتس واخليها زيرو، اعمل كنترول زد معلش ماينس 90، وهنا اخليها زيرو. اروح على الكيوب تاني وامسكه كده وارجع بالكيوب لورا كده واعمل له سكيل بالشكل ده، وابدا اروح من هنا اظبط الكاميرا. امسك الكاميرا كده واطلع بيها لفوق شويه بالشكل ده، كنترول اس المحاضره الثانيه. طيب هنرجع للريفرنس تاني. خلاص احنا عملنا الارض وعملنا الحيطه بتاعتنا في الباك جراوند، فاضل عندنا الجزء بتاع الاضاءه ده. طيب هنعمله ازاي؟ ببساطه جدا، هننزل تورس وهنروح على الاوبجكت ونخليه في اتجاه الزد بالشكل ده. طب انا هعمله سكيل شويه عشان هو كبير، احاول من هنا واصغر الراديوس بتاعه، اخليه مثلا 10، ممكن
اقل من 10 كمان ممكن نخليه 5. اعمل له روتيشن على زاويه 90 عشان نشوفه كويس. اروح على ديسبلاي وكويك شيدنج عشان اشوف الخطوط بتاعتي. تمام، ارجع تاني للاوبجكت وعلي السيجمنت، اخلي هنا 50 واخلي هنا 100 بالشكل ده كده. ارجع للريفرنس تاني ابص عليه بصه، هم عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا او 10. اروح من هنا كده واخلي الراديوس 120. تمام، وانا واقف هنا هدوس كنترول واسحب كده، كنترول واسحب كده، واحاول اخلي المسافات متساوية. 4 5 6 7 8 9 هبدأ من اول تاني واحدة، ابدأ اصغر كل واحدة بقيمة 10، يعني 110 100 90 80 70 60 50 40. بقت عندي الشكل النهائي كده زي ما انا شايف. هدوس على اول واحده وشيفت واخر واحده وادوس الت جي من الكيبورد عشان تتحط في نال اوبجكت، ودي هتبقى معايا الشكل رقم واحد. هروح من الفرونت ابص عليها كده او من الرايت ادوس اس وابدا احركها شويه في الاتجاه ده. تمام، وكنترول سي كنترول في باخد منها نسخة تانية وبرضو احركها شوية. طيب ده بقى الشكل عندي، هل هو الشكل ده مظبوط؟ هو طبعا هعمل له بس روتيشن خفيف في اتجاه الكاميرا من جوه، يعني هنعمل كده نروح هنا كده ونشوف مثلا نخليها 110 بالشكل ده كده. طب نمشي كده لحد ما نشوف شكلها عامل ازاي. 120 وهنا 120 دي هتبقى حوالي 65، هي ممكن تبقى 60 كمان عشان تبقى أكتر دقة يعني. طيب ال 120 دي أنا عايز أخليها 115. تمام كده عملنا الجزء ده. تمام كده هعمل بس هدخل بالكاميرا شوية. فاضل عندي الاسلاك اللي موجوده ورا دي، ودي هستخدم لها بلجن اسمه توب واير. ده بلجن اسمه توب واير، هو اللي بيعمل اشكال الحبال دي. طيب هعملها ازاي؟ توب واير ده هنزل سفير معايا صغيره كده واحطها اصغرها خالص بالشكل ده كده، احطها في الاخر خالص هنا كده. تمام هنا. تمام، وانزل كمان واحده بنفس المقاس لو عندي 2، واخد وانا دايس كنترول كمان واحده بقى عندي كده 3، اخرجها بره الكاميرا خالص. طيب
انزل البلاجن بتاع توب واير، اروح على قائمه بلاجنز توب واير واخد السفيرز اللي عندي كلها اسحبها جوه البلاجن. خلاص الموضوع خلص بقى بالشكل اللي عندي ده. طيب هو بس هنا الحبال او الاسلاك شكلها هنا كتير جدا، فكل اللي هعمله ان انا ممكن اروح على الاوبجكت بتاعتها واخلي بدل 100 اخليها 50، اقلل العدد شويه بالشكل ده كده، واروح على ترانسفورم اقلل الكيرفيتشر شويه بحيث تبقى نازله كده بالشكل ده فيها شويه انسيابيه، واروح على الجنريت واقول له السكنس بتاعي اللي هو سمك الحبال بتاعتي خليه 2 او 3. طيب ممكن اقفل بقى، لو قفلت ده طبعا هتختفي معايا. طيب ده بالشكل يعني تقريبا نفس الشكل زي ما احنا شايفين. طيب ممتاز جدا. ممكن كمان ان انا اغير الطيب بتاع اللاين، ممكن اخليه مثلا بي سبلاين، وممكن اخليه ادابتيف بحيث يبقى فيه انسيابيه شويه في الايه، يبقى فيه انسيابيه شويه في الخطوط معايا. طيب بعد كده خلاص احنا خلصنا الجزئيه دي، ممكن ازود اللاين شويه، ازود الخطوط شويه اللي معايا من اوبجكت 50 اخليها مثلا 60 بالشكل ده كده. طيب نرجع للريفرنس مره ثانيه، فاضل معايا بس اللي هو الكاركتر ده. الكاركتر ده انا جايبه من برنامج داز ستوديو، هنفتح البرنامج بتاع داز ستوديو اهو، وهنروح على فيجرز وهنختار اكتر، دبل كليك عليها هينزل معايا في البرسبكتيف بتاع البرنامج، هينزل معايا في الفيو بورد بالشكل ده. طيب بعد ما ينزل كده هلبسه طبعا، فهروح على الماتيريال، او وانا واقف في فيجر مثلا بفتحها بشوف بيبل هير ماتيريال، هروح على اخر حاجه دي كده هلاقي منزل لي هو حاجات ممكن البس الماتيريال، يعني ممكن لو اضغط دبل كليك مثلا على ده هيلبسه لي بنطلون. فتمام كده، انا مش عايز اكتر من كده، هو تقريبا مش لابس غير بنطلون. طيب هروح على البوسس بتاعت الماتيريال بتاعت الكاركتر المفروض تبقى عامله ازاي، هختار البوس ده هدوس عليه دبل كليك، خلاص انا كده الماتيريال والبوس بتاعي والكاركتر تمام. طيب هعمل لها بقى اكسبورت ك اف بي اكس، واروح على البروجكت بتاعي في المحاضره الثانيه، واعمل فولدر جديد واسميه كاركتر. تمام، واسميه مثلا مان. طيب في الاف بي اكس اكسبورت من داز ستوديو لسينما، ممكن انا كنت مظبط الاوبشن قبل كده، هي الاوبشن دي ما بتتغيرش. ممكن بقى حد لو متغيره عند حد يعني شو ياخدها برينت سكرين مثلا من الفيديو ده ويشتغل بيها، واعتقد انها مش هتبقى فيها اختلاف كبير يعني. فبدوس اكسبت، تمام كده خلاص مش محتاج حاجه من داز ستوديو تاني. هروح على سينما واقول له فايل ميرج، اروح على كاركتر واجيب الكاركتر بتاعتي اقول له اوكي. طيب الكاركتر جايه، لو انا رحت مثلا قفلت الكاميرا ورحت بصيت على الكاركتر كده ورجعت من اول حاجه خالص، هلاقي فيه كي فريمز جايه مع الكاركتر، طبعا انا بشيلها عشان لو حصل اي انيميشن من جوه داز ما يبقاش فيه اي مشكله. اول حاجه هشيل الكي فريمز، تمام، واظبط مكان الكاركتر بتاعتي، ممكن اقول له الت جي تبقى نال اوبجكت كده، واروح ابص من الطب، ارجع بقى للكاميرا تاني عشان اظبط عليها، وبص من الطب كده دي كاركتر بالشكل ده،
اعمل له روتيشن اتجاه الكاميرا بالشكل ده كده. طيب هو تقريبا نفس الوضع ده بين الاثنين دول. بالشكل ده. طيب كده خلصنا تقريبا كل الشغل في البروجكت قبل ما نعمل موضوع الإضاءة ونعمل موضوع الريندر. طبعا قبل كده الماتيريال. كل الماتيريال اللي عندي دي اللي جاية من الداز هنحولها لأوكتين. لازم نحولها لأوكتين عن طريق الكونفرت ده. كونفرت ماتيريال. ده بيحول الماتيريال اللي جاية العادية اللي سينما بيقراها لماتيريال أوكتين ريندر ينفع يقراها. طيب الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنعمل الماتيريال. اول حاجة نعمل ماتيريال بقى الارض اللي هي فيها الشغل كله اللي اصلا انا عملت الفيديو عشانها. طيب ماتيريال الارض طبعا هي عبارة عن ارض فيها بقع من المية بنقول عليها بادلز او بنقول عليها ويت اسفلت. الاسفلت ماتيريال بتاعة الاسفلت بتكون مبلولة مية او فيها برك من المية. طيب المفروض ان دي اعملها ازاي؟ اول حاجة افتح بس البروجكت. انا كنت رحت الموقع بوليجون وجبت الماتيريال دي موجودة فري على موقع بوليجون. تمام؟ اللي هي عبارة عن الاسفلت. عبارة عن شكل الاسفلت بتاعي. موجود معاه طبعا الديسبليسمنت وموجود معاه النورمال ماب. طيب انا جبتها 3K وجبتها 6K. دي البداية. بعد كده بعمل حاجة اسمها بادل. البادل دي انا عملتها على افتر افكت او ممكن لو حد بيعرف يشتغل على فوتوشوب يعملها. هتبقى البقع عبارة عن برش من بتاعة الفوتوشوب بس هيبقى لونها بلاك ونعمل كام واحدة كده في نفس الصورة والباك جراوند هتبقى لونها ابيض. طيب هرجع للسينما هعمل اوكتين ماتيريال وهفتح الاوكتين ماتيريال من هنا وهدوس على النود اديتور. طبعا احنا قلنا الخطوة الاولى ان احنا بنجيب الماتيريال دي من موقع بوليجون. طبعا هي موجودة على الموقع فري. بعد كده بنروح نجيب ماتيريال جلوسي من الماتيريال اديتور وبنضغط على النود اديتور. طيب بعد كده بنجيب ماتيريال تاني. انا ما بقعدش ادور هنا يعني موجود ميكسد ماتيريال اهي بس انا ما بحب اجيب حاجه غالبا بكتبها هنا بقول ميكس ماتيريال فبتيجي معايا. يبقى عندنا دلوقتي اتنين. واحده ماتيريال عاديه جلوسي وهدوس عليها كده كليكايه واحده واروح على البيسك واسميها رود مين مثلا. دي ماتيريال بتاعتي الرود. والماتيريال الثانيه دي الميكس ماتيريال بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده هروح اجيب حاجه اسمها ايمج تكتشر اللي هحط فيها اسحبها هنا كده. دي اللي هحط فيها الماتيريال بتاعه الاسفلت. انا هستخدم ال 6K عشان الدنيا تبقى حلوه فهختار دي اقول له نو واروح هنا و اسحب دي في الديفيوز بتاع الروج. تمام الماتيريال عندي على طول اتحولت اهي للطريق بتاعي الرود بتاعي او الاسفلت بتاعي. بعد كده وانا دايس هنا هختار بدل النورمال اخليها فلوت والجاما بتاعتي ممكن اخليها 3 بحيث ان انا اغمق الدنيا شويه اخليها مثلا 4.5 بالشكل اللي انا شايفه ده. طيب الخطوه اللي بعد كده ان احنا هناخد كوبي من الماتيريال دي واقول له كنترول سي كنترول في واسحبها معايا تحت بالشكل ده. بعد كده
بقى دي عندي الرود وعندي الاوكتيل ماتيريال. هنروح بقى نحط الاثنين جوه الميكس. الميكس ماتيريال اصلا هدفها انها بتاخد اتنين ماتيريال مع بعض وتعمل ما بينهم ميكس. فهناخد دي نقول له دي مثلا ماتيريال اتنين، تمام، ودي ماتيريال واحد بالشكل ده كده. الاماونت بتاعتنا بقى هنحط فيها ايه؟ البادل اللي هي صورة التكتشر اللي احنا عملناها على الفوتوشوب. بس طبعا لو انا ضغطت عليها كده مفيش الميكس ماتيريال، ما بتعملش حاجه، ما بتاخدش حتى صوره. فهضطر ان انا انزل ايمج تكتشر خاصه بيها لوحدها كده، تمام، واسحبها على الاماونت، وجوه الايمج تكتشر دي ادوس عليها كده احط صوره البادل بتاعتي بالشكل ده واقول له نو. طيب انا خلاص عملت الجزء ده، اعتبر كده شبه خلصت. اظبط دنيتي بس كده عشان لو هضيف حاجه تانيه. طيب انا باخد بقى الميكس ماتيريال واجرب كده اشوف عامله معايا ايه في الديزاين بتاعي، برميها على الفلور بتاعتي بقى بالشكل ده. طيب طبعا واضح ان مقاسها كبير جدا، فانا هبدا اصغر المقاس شويه، خليها مثلا 25 في 25 بقى بالشكل ده. طيب ابص تاني على الريفرنس اشوف هل في حاجه ممكن اضيفها. نبدا. محتاج هنا ان انا اجيب ايمج تكتشر مره ثانيه عشان استخدمها كنورمال ماب، واروح اجيب النورمال ماب بتاعتي من 6K وابدا اشوف هل في التغيير حصل ولا لا. تمام. طيب بعد كده انا عملت كده، حطيت ماتيريال للميه اللي هي البادل، وحطيت وعملت ايمج تكتشر حطيت فيها النورمال ماب. بعد كده بجيب ميكس تكتشر تانية، بروح هنا واجيب اهي ميكس ماتيريال وميكس تكتشر، في فرق. دي ميكس ماتيريال اللي احنا كنا جايبينها، في حاجه اسمها بقى ميكس تكتشر. انا اسحبها كده، هي دي. يعني في اتنين ميكس، عندنا ميكس ماتيريال استخدمناها قبل كده، وعندنا ميكس تكتشر اللي هي ما فيهاش ديسبليسمنت. هجيبها كده، تمام، وهجيب ايمج تكتشر، تمام، وهجيب ايمج تكتشر تانية كنترول سي كنترول في، اسحبها هنا كده، وهاخد واحدة منهم احطها كماتيريال، وهاخد التانية احطها كاماونت، تمام. و هجيب الماتيريال اللي هي الاولانية، اللي هي الايمج تكتشر الاولانية، هحط فيها صورة الجلوسنس. الجلوسنس اهي موجودة معايا برضو في السكس جي كده، نكبر كده ونشوف دي، اقول له نو. وبعدين باخد دي بحط فيها صورة البادل بتاعتي طالما انا موصلها اصلا بالاماونت. طيب ايه الهدف من ده كله؟ اللي هو الجزء التاني اللي احنا عملناه، ان انا محتاج اعمل بامب. هاخد الميكس تكتشر ووصلها بالبامب بتاع الرود، تمام، بالشكل ده. بس هو ده شكل الماتيريال بتاعي، او اظن واضح جدا ان خلاص بقى عندي حفر او عندي برك موجود مليان فيها مية. هرجع هنا تاني وابدأ اظبط المقاس بتاع التكتشر بتاعتي، خليها 50 و50، ماشي، اعمل كنترول اس. طيب انا ممكن بعد كده احط، يعني ممكن احط لكم البروجكت او ممكن احط لكم الماتيريال، يعني ممكن احط لكم البروجكت وممكن احط لكم التكتشر جاهزه يعني وخلاص. ممكن اسيفها كانها بريسيت بعد كده ان انا استخدمها دايركت، وده اللي انا عملته بصراحه. يعني انا عملت دي مره واحده
وبعدين سيفتها كبرسيت معايا، وبعدين بعد كده ببدا احاول لو انا مثلا عايز اعمل اسفلت في ميه باخد ماتيريال الاسفلت، لو عايز اعمل مثلا حجاره فيها ميه بغير التكتشر دي بخليها مثلا حجاره، طبعا بغير معاها كل الحاجات، بغير معاها البامب بس، بغير معاها النورمال ماب والبامب وكل ده، لكن البادل بتاعتي اللي انا عملتها بتفضل نفسها هي هي ما بتتغيرش. ممكن ان شاء الله ابقى انزلها لكم هنا. طيب الخطوه اللي بعد كده هنرجع للريفرنس عشان نشوف احنا بنعمل ايه. في عندي الماتيريال بتاعه الحيطه، هنزل الماتيريال، ممكن اختار بقى اي حاجه من بره، اي تكتشر موجوده عندي احطها للحيطه، كل واحد زي ما هو عايز. انا هروح على الكونتنت بتاع مكتبه الماتيريال بتاعتي واروح على بريك مثلا، دي اختار دي كنا استخدمناها قبل كده بالشكل ده كده. ماشي. طيب بالنسبه بقى للماتيريال بتاعه الماتيريال بتاعه الاسلاك الكهرباء دي هعمل ايه؟ موضوع بسيط جدا، جلوسي ماتيريال كده واخلي لون اسود واعلي الرفنس بتاعها شويه، بس كل الموضوع ان انا ممكن ارمي كده على طول. هو انا ممكن ارمي كده على طول، بس طالما انا حطيتها كده احتاج ان انا ارميهم واحده واحده عشان انا هغير. اعمل كده 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 كده، طبعا كان المفروض احط الماتيريال قبل ما اعمل كوبي واغير وانقل عشان انقل بالماتيريال مش انقل من غير الماتيريال، وارجع اعمل كده تاني. موضوع بسيط يعني، واخد واحده برضو ارميها على التوب واير بالشكل ده. طيب احنا وصلنا دلوقتي لاخر حاجه اللي هي ماتيريال الاضاءه. طيب ببساطه بنزل ماتيريال بس مش جلوسي، بتكون ديفيوز، وبقفل الكلر خالص، وبروح على الايميشن وبقول له تكتشر ايميشن، بدوس عليها تكتشر ايميشن تاني، وبروح على التكتشر واختار سينما 4G اوكتين، واروح على حاجه اسمها RGB سبيكترم، وافتح الاعدادات، ادوس على RGB سبيكترم واختار الكلر بتاعي اللي انا محتاج انور بيه. عندي اللون الاصفر كده اوكي، وارجع باك واقول له سيرفس برايتنس بالشكل ده، واقول له مثلا 20 او 25 قيمه الباور. ببساطة خالص بروح على أول واحدة دي اللي هي هنا وأرمي عليها الماتيريال. الموضوع هيختلف معايا جدا في الإضاءة بالشكل ده كده. باخد منها كوبي وأنا دايس كنترول وأغير اللون من هنا، وأروح أخلي اللون بتاعي اللون الأزرق، ممكن كده ممكن كده كده كده، واروح هنا اهي واخلي دي ازرق بالشكل ده كده كنترول اس. بدات تبان معايا اهي بنفس الشكل اللي انا كنت عامله في الريفرنس قبل كده. تمام. طيب كويس جدا. في واحده بقى في الاخر اللي هي دي، انا ممكن برضو اعكس بقى، يعني احط هنا ازرق تمام، واحط هنا الاصفر زي ما كنا اتفقنا قبل كده ازاي عشان ازود البلوم بتاعي. يعني انا شايف هنا ان الاضاءه حلوه منوره. اول حاجه بروح على الكاميرا بتاعتي واقول له في البوست بروسيسنج اعمل خليها انيبل، وانا بعمل هنا كده اختار مثلا رقم وليكن 5 10 عشان ازود البلوم بتاعتي بالشكل ده. دي الحاجه الاولانيه. تاني حاجه بروح على الكاميرا ايجر، كاميرا ايمجر، واعلي الاكسبوجر بتاعي شويه، خليه 1 و2. طيب انت هنا بص كده الكاركتر الماتيريال بتاعها احنا هنا ما غيرناهاش، هنا كانت اوكتين. الموضوع بسيط جدا، بعمل كونفرت لكل الماتيريال دي سيلكت عليها كده، واعمل كونفرت من هنا وخلاص.
انا بقى مش هضيع وقت ان انا اقعد اعدل فيها يعني. طيب بعد كده بظبط اعدادات الريندر بتاعتي، بروح على الريندر سيتنج. طبعا اول حاجه بعملها ان انا بخليها باس تريسنج. طيب اول ما بعمل باس تريسنج، وده كان ناس كتير سالت على الموضوع ده، بيحصل معايا حته النويز، بتبدا تظهر النويز زي ما انا شايف كده. اول حاجه عشان اضيع موضوع النويز والناس اللي سالت على حوار النويز، اول حاجه بخلي السامبلز 1000، تاني حاجه بخلي جي اي بوينت 25، تمام. تالت حاجه بخلي الادابتيف سامبلنج سيلكت عليها بوينت 03. رابع حاجه والاخيره بروح من الكاميرا واقول له من الكاميرا ايمجر الهوت بيكسل ريموفال بخليها بوينت 2 او بوينت 3. شكرا كده مفيش نويز، كده خلص موضوع النويز. بس انا ممكن هنا بقى اغير، هي بركة المية جاية هنا مثلا، هي عندي في الديزاين جاية في النص، تمام. ممكن انا احركها من الماتيريال واعمل كده بالشكل ده كده عشان تبقى جاية عندي في الحتة بتاعت النص، ويبقى الريفليكشن بتاع الكاركتر جاي على حرف المية بالظبط. طيب انا هوقف هنا وهرندر الفريم، وهروح اظبط في الافتر افكت زي ما احنا متفقين مع بعض. قبل ما رندر الفريم، انا لما عملت له تيست رندر حسيت ان هو محتاج شويه تظبيط في الاضاءه. احنا هنا ما عملناش اضاءه، اعتمدنا على اضاءه الايه الماتيريال بتاعتنا اللي هي عملت ريفليكشن شكله حلو في الارض. طيب هنختار مع بعض اوكتين اريا لايت ونجرب نشوف لو احنا ضفنا اضاءه للسين بتاعنا هيبقى الفرق عامل ازاي. بالشكل ده كده اسحبها بعيد شويه عشان ما تجيبش. انا حطيت اضاءه واحده ممكن تفرق كتير جدا في المشهد. لو انا عايز اغير لونها بسلكت على الاوكتين لايت واقول يوز لايت كلر، واروح واشوف ايه اللون اللي طاغي عندي وابدا اروح له بالشكل ده كده. انا بقول الازرق شكله حلو بالشكل ده كده، فرقت معايا جدا، حتى الكاركتر بدات تبان انها ايه اللون الازرق رامي عليها شويه. طيب هناخد نفس الاضاءه دي ونديها الناحيه الثانيه واعمل لها روتيشن كده، تمام. بس هجيبها بقى ايه من ظهر الكاركتر شويه، اسحبها لورا شويه كده، اسحبها لبره كده بالشكل ده. اعمله بقى اخليها ايه اصفر مش ازرق، او اورنج رمي شويه على الاورنج بالشكل ده، تمام جدا. يعني شوف لمسه اضاءه واحده في الموضوع غيرت الموضوع تماما. يعني الاضاءه اظن يعني الشكل كده احسن بكتير. طيب تمام كده نبص على الريفرنس مره ثانيه. الريفرنس طبعا مختلف، الاضاءه بتاعته مختلفه، غمق شويه والازرق غمقه برده شويه. ممكن اروح على الكاميرا والواحد واثنين دي اخليها 1.1 بحيث ان الدنيا تظبط شويه في الالوان. حلو جدا، انا شايفه مش محتاج اكتر من كده، اظن يعني الفكره واصله جدا. طيب هوقف وهروح ارندر الفريم ونتقابل في الافتر افكت ان شاء الله. تمام كده خلصنا الرندر، ده الفريم بتاعنا، بنعمل له امبورت في افتر افكت وبندوس ان من الكيبورد وبنعمل نيو ادجستمنت لاير افكت وبنختار ماجيك بوليت لوكس اديت ونختار اختار مود كده المود ده مش وحش، ممكن نستخدم منه حاجة كله تي، هقلله شوية خليه مثلا 50، تمام. ادجستمنت لير تانية واروح على افكتس و هيو اند ساتوريشن
اعلي الساتوريشن شويه، دي مثلا 25. بص بص كده، سيب مثلا اللون الاحمر عالي شويه، بلو كيرفز كده، واختار ريد وانزل بالاحمر شويه، هتلاقي الازرق والاخضر هما اللي ايه سيطروا على الموضوع بالشكل ده. طيب دي النتيجة النهائية بتاعتنا. بكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.